السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وإن شاء الله يكون يعني اليوم مظبوط كده. أيوه، السلام عليكم، سامعيني يا جماعة؟ لو حد سامع يرد، أو في تشات بوكس مفتوح أهو، اللي سامع يكتب. And I'm not going to mute you, like if you have background noise, then يا ريت نقفلها. تمام، أهلا وسهلا بكم جميعا. معنا النهاردة إن شاء الله مجموعة مختلفة كذا مكان، يعني مختلفين في لبنان وفي أكيد تونس والسعودية ومصر. أهلا بكم جميعا، معاكم مستر حسين. إن شاء الله هنحاضر النهاردة على How to Design an Online Quiz. واحنا قلنا السيشن بالعربي عشان في ناس مدرسات عربي وكده. اتمنى بس ان الصوت يكون واصل، فالتشات مفتوح يا ريت. انا كده كده نستنى لايك 2 مينتس يعني فور بيبل تو كام او تو جوين. فالتشات مفتوح، سامعين كويس؟ الصوت مظبوط؟ في حاجه مش مظبوطه؟ يا ريت نكتب. تمام، اهلا وسهلا جميعا. Okay, Mr. Yasser, thank you so much. We're waiting for a couple of minutes till people join the session. طبعا النهاردة زي ما احنا كده كتبنا في البوست الأولاني إن you don't have to be a teacher عشان تعمل السيشن أو تحضر السيشن دي. ممكن أي parent، ربة منزل مثلا قاعدة في البيت بتذاكر لاولادها، فعايزه بدل ما تزهقهم يزهقوها يعني تتعامل معاهم اونلاين. فطبعا ده شيء كويس. لو انت مدرس، مستر حميد، I told you that the English session will be tomorrow ان شاء الله because we have Arabic teachers here. So you can wait for tomorrow and we do it. I said this in the group. Thank you so much, مستر حميد. زي ما احنا قلنا كده ان انت ممكن تكون تعمل كويز عادي لاولادك، you don't have to be a teacher يعني مش لازم. تمام، ان شاء الله تكون بخير. We still have like 1 minute بعد كده we start. بس لو حد مش عارفني ولا حاجه، انا حسين. I'm a teacher trainer من يعني شهادة من كامبريدج، واخد كورس وانت عملت كذا محاضرة قبل كده، سواء في مصر معظمهم في مصر يعني أو أونلاين هنا. وإن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض. يلا بقى ليتس ستارت، بنبتدي from the scratch كده من الأول خالص. طبعا if you have an access to a laptop أو حاجة تستخدم معايا بس بوند وحاجه كده كويسه. الحاج دلوقتي ظهر كورونا، دي حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله عشان لو انت حابب تطبق. يا ريت بس كل واحد يخلي باله انه يقفل الكاميرا بتاعته. I'm going to show my screen now. فاللي انت هتشوفه عندك ده سكرين. طبعا الحمد لله احنا وينوها ما عندناش مشكله. طيب we share our screen. برو عادي جدا على جوجل. Here I write quizzes. زي ما قلنا quizzes بيجي لي طبعا some options، فبختار the first one هنا اللي هو free quizzes for every student. فبدخل عادي. في اكيد لو انت it's your first time to deal with quizzes فطبعا مش هيبقى عندك account، لكن انا عشان انا بشتغل عليه عندي اكونت وفتح البروفايل بتاعي على طول. طبعا انت عارف البروسيس هتمشي ازاي. لو انت مش عندك اكونت فبتحتاج الاول ان انت تسجل نفسك. بعد ما تسجل نفسك لو سمحت بس ممكن اللي فتح الكاميرا يقفلها عشان الديستراكشن. لو انت مش عارف، لو انت مش عندك اكونت انت بتسجل نفسك الاول، بتعمل طبعا اكونت وانت عارف
دلوقتي بتعمل القصه دي ازاي؟ بتخش بجوجل اكاونت بتاعك او بتسجل الايميل والبروسيس دي بتمشي بيها بالراحه خالص. فده زي ما انت شايفين هنا بالظبط ده الاكاونت بتاعنا. ده الاكاونت بتاعك بالظبط. تعالى كده نشوف ايه اللي عندنا. بنيجي هنا من اليمين من الشمال خالص البروفايل بتاعك، لو انت عايز بقى تحط صورتك تكتب معلومات عنك كده. في فوق اسم السايت طبعا، هنا فايند ذا كويز، وفي جنبه كرييت نيو كويز. طبعا انت دلوقتي لوحدك عرفت انت ايه الفرق بين الاثنين. الفرق بين الاثنين ان فايند ذا كويز انا ما عنديش وقت، انا وقتي محكوم جدا، انا محتاج كويز على جرامر. طب تعالى كده نشوف، فبدوس فايند ذا كويز اون جرامر. طبعا ده بالنسبه للمدرسين انجلش، مدرسين عربي يكتب على النحو، على درس شرح الكسره ولا الفتحه حسب ما انت عايز. ساينس، ماث، اللي انت حابب تدور عليه. بيجي لك كده فرايتي، بيجي لك شويه الشويه دول انت بتقدر تختار منهم. يعني عايز تبقى مثلا اكثر بلاش مصطلح اكثريه. طيب انا يعني هقفل المايك، واللي حابب يفتح المايك عايز يسال ولا حاجه اتفضل. فانت عايز تسال على جرامر ليسن معين زي الكونكتر، زي البريزنت سنتنس، زي وات ايفر يعني اللي انت عاوز تتكلم عليه. وبتشوف بقى انت كده بتختار بالسنس بقى، بتفتح كل واحد تشوفه وتتفرج عليه، تعمل له شير من عندك تسيف. احنا بنتكلم دلوقتي في ان انت يور جوينج تو سيف ا كويز مش بتاعك. فبتعمل هنا بتقول لايك، برافو عليك، شكرا يا مستر يا اللي عمل. وبتعمل هنا سيف، بتدوس سيف هنا خلاص. هو بيقول لك اضيفه لك الكويز ده عندك انت. طب عايز تحطه في انهي فولدر؟ لو انت عامل فولدرز لنفسك، انت ممكن تعمل لنفسك ماي كويزز والكويزز اللي انا واخدها من الناس. فانا الكويزز بتاعتي ما خدتش لسه لحد دلوقتي من حد حاجه، انا عامل دول، عامل واحد لثالثه ثانوي، واحد للنظم بتاع ثالثه ثانوي، واحد للمدرسه، واحد كده يعني مسابقات مختلفه، واحد عن الرياضه and so on. ف بتسيف الكويز and then you can start editing بقى، تقدر تزود تنقص. السؤال ده مش عاجبك، السؤال ده هو متجاوب، انت شايف الاجابه دي it's not correct، وانت you have another answer، فبتشتغل عليها مع نفسك. ده بالنسبه لو انت هتاخد كويز جاهز. طب تعالى كده نشوف ماده ثانيه، بس مجرد نشوف يعني. اقول مثلا الووتر سايكل ان ساينس، بدور انا عايز حاجه على الووتر سايكل ان ساينس، او على دوره المياه لو انت هتتكلم في العربي يعني. بتاخد برضو نفس القصه، ماث نفس النظام، اي حاجه انت هتعوزها تكتبها ان شاء الله تلاقي ليها حاجه متسيبه جاهزه. طيب لا انا مش بحب اعتمد على حد، انا I like to have my own stuff. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ لا حضرتك بقى انا مش عايز ادور على حاجه هنا، انا عايز اعمل كليت my own quiz. في هنا طبعا ارجع تاني للهوم بيج بتاعتي واختار كرييت ماي نيو كويز، فبدوس عليه كده وابتدي اعمل كويز بقى فروم ذا سكراتش من اول لقطه لاخر لقطه. One minute كده I have to look at the chat. اهلا بيكم مره ثانيه يا جماعه، برضه هندي كده 1 مينت لحد ما الناس تلحق تيجي. ازيكم جميعا؟ باصص انا في الشات عشان اشوف يا ترى رايكم ايه في البرنامج، في السايت لحد دلوقتي. هل كان في السايت مفاجاه ليكم؟ انا بصيت كده بسرعه في الواتساب لقيت في يعني، بصيت بصه كده ما لحقتش ابص يعني، يا دوب رحت شربت كوبايه ميه عشان عطشان وجيت. فشوف رايكم كده في الشات. الله يخليك يا زينب، تسلمي يا زينب، بتقول ان هو حلو قوي، شكرا يا زينب، تسلمي. ها مين تاني؟
تسلم يا مستر ياسر، ربنا يخليك. ان شاء الله كده دايما، ان شاء الله يكون بدايه ليكم ان انت تقعد وتكون موجود وتفهم ايه الموضوع بالظبط وتشتغل عليه تمام وتعمل منه شغل كويس. تسلم مستر خالد، ربنا يخليك. معانا الناس لسه بتخش اهي، ان شاء الله كده ربنا ييسر الامور والدنيا تمشي وتبقى حلوه زي زمان. معانا الاونلاين ليرنينج، يعني الناس شايفه ان هو الناس شايفه ان هو متعب شويه، بس هو متعب لان احنا ممكن مش جاهزين، مش عندنا الماتيريال بتاعته. وانس ان انت يكون عندك باك اب لكل الشغل بتاعك. اهلا فيروز، منوره. كل الناس دخلت اهي، تمام. مستنيين بس، احنا كنا 46، هنشوف كده يدخل نصهم ولا ربعهم ولا ايه. تمام، زي ما قلنا ان المحاضره ان شاء الله تكون متسجله عشان لو حد راحت منه معلومه او حاجه يقدر يرجع للفيديو في اي وقت. موجود انا معاكم دايما برضو في الجروبس اللي احنا فيها، و حاطط دلوقتي الكونتاكت ديتيلز بتاعتي اهي، لو حد حابب يبعت لي هو. للناس اللي ما يعرفونيش، في هنا ناس ممكن يكون اول مره يشوفوني ولا حاجه، فمعاك رقم في واتساب مصري وده رقم الاساسي، وموبايل برضه هو، والتاني السعودي، واليوتيوب شانل اللي انت هتتفرج فيها على الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله. وهو يعني بس هاخد شويه وقت عبال لما التو فيديوز بتوع المحاضرتين هعمل لهم لينك مع بعض، يبقوا فيديو واحد وهينزل قدامكم ان شاء الله. برضه هنقل لك بيانات التشات دي، احطها البيانات دي احطها في التشات for further communication يعني ان شاء الله. طيب ماشي. نرجع للينك بتاعنا احنا اهو. عايز اسال كده بسرعه اسئله، هبص على الشات اشوف الناس. انا لسه مش مشغل السكرين صح؟ اسال اسئله كده اشوف الناس لقطت ايه من الجزء الاولاني. واحد من عيوب الكويزز ان انت بتصحح وتدي درجات وتتعب فيه كتير. اشوف ببص في الشات تقول لي ايوه او لا. واحد من عيوب. ياسر، برافو ياسر. ياسر اول واحد، اسرع واحد قال لك لا مش كده خالص. احنا قلنا السؤال واحد من عيوب البرنامج ده او السايت ده ان انت بتتعب وتكتب تقعد تصحح وتتعب نفسك. طيب الميزه من مميزات البرنامج، برضو صح او غلط، ميزه من مميزات السايت ده ان انت قاعد بتلعب مش بتحل، مش بتمتحن، صح ولا غلط؟ هو ايه اللي لا يا استاذ بودي؟ احنا لحقنا؟ طبعا نعم مستر خالد، برافو عليك مستر خالد، لحق هو وزينب كمان، برافو. بابا احمد، انت قاعد بتلعب والطالب قاعد بيلعب، فعمر الطالب ما هيقول لك انا زهقت. بس طبعا بتختار الاسئله تكون في اللطيف، حاجه تشالنجينج، حاجه سهله، حاجه كده يعني بتنوع شغلك بالظبط. للاسف ما تقدرش تعمل سيف لكويز مش بتاعك على البرنامج. لا خالد قال لك لا، بتبص لاي حد عامل اي حاجه تقدر تسرقها براحتك طالما هو في حاله ان هو يكون عاملها ايه؟ ها؟ في حاله ان يكون عاملها ايه؟ اشوف عامل شير عامل بابليك، برافو عليك، صح كده صح كده، برافو برافو مش وفاء. يبقى انت بتبقى عامل، هو بيبقى عامل حاجه بابليك فانت تشوفها فتقدر تاخدها، وانت نفس القصه. لكن لو هو عاملها برايفت هو بس اللي يتحكم فيها، هو بس اللي ينزل اللينك. طب احنا المره اللي فاتت انا عمال بسال بعمل بنشط الذاكره كده عشان نشتغل، ويكون كمان لو في حد هينضم لنا ولا حاجه يكون لحق. طيب اقول لك على حاجه حلوه. انت وانت شايفني، لو انت شفتني انا بعمل ايه او الكوليكشن بتاعي، هضطر ابتدي بقى. احنا استنينا حوالي 4 5 دقائق، وانا قلت بس هم دقيقتين نلحق نشرب ميه كده بسرعه ونجي. الناس بقى بتوع النسكافيه والكلام ده يعني قاعدين 24 ساعه. ماشي طيب، ارجع تاني على السايت اهو. البلانك الاول ما بيتفتح احنا مسكنا الجزء الشمال خلصناه،
قلنا ايه؟ قلنا كرييت نيو كويز انت عرفته خلاص. تقدر تحط مثلا وان اوبن اندد كويستشن، لو سؤال اللي هو ملوش اجابه تحط السؤال وهو بقى يخترع. الناس اللي بتدرس القصص انا مش هعمل شير سكرين، معلش هشير سكرين عشان ما اقعدش اكلم نفسي وانتم تبصوا لي. تمام، انتوا كده شايفين السكرين بتاعتي. الناس اللي بتدرس، لو انت مدرس انجليش وبتدرس ليتريتشر، لو انت مدرس عربي فانت بتدرس الادب العربي والقصص والكلام اللطيف ده والنصوص والحاجات دي. مدرسين الساينس برضو، مدرسين الماث يقدروا يلعبوا في نفس الجزئيه دي. بتحط سؤال وبتغير، يعني انا بحط سؤال كده وبقول ان في تيمينج اوف ذا شو لو انتوا كنتوا درستوها، او خلينا في كينج لير حاجه تكون مشروع معروفه. لو كينج لير ما كانش عمل الكومبيتيشن اللي عملها، معلش انا بتكلم الانجليش دلوقتي، لو اف كينج لير hadn't started his competition اللي هي love words competition what would have happened to him؟ طبعا كانت تبقى totally different story، حاجة مختلفة خالص. هو بقى كل طالب هيدع، وطبعا احنا مش هنحط هنا answer، انا هسيبها كده. والله ما انا عندي مشكلة في النصوص، بس انا العربي ده كان يعني ايوه ما... حاضر ماشي حاضر. العربي مشكلة عندنا كلنا مش عندي لوحدي. تمام، طيب كنا بنقول ايه؟ نروح على طول زي ما بتقول زينب، نروح احسن نستخدم الاوبشنز الثانية. طب انا هعمل كرييت ا نيو كويز، وتعالى لي هنا. طب وليه اعمل نيو كويز؟ انا هروح لنفس الكويز اللي انا كنت بعمله يا جماعة. طب الاقي الكويز اللي انا عملته اهو، زينب بتقول لي لا زود لي على الكويز اللي انت عملته سؤال ثاني. اروح رايح على ماي كويزز، اول واحد بعد فايند ذا كويز بتدوس عليه معليك كده، بيجيب لك اخر كويزز انت فتحتها. عارفين اللاست سين لما بتفتح اوبن في اي برنامج وورد ولا حاجه بيجيب لك اخر فايلز، هم دول اخر فايلز عندي. بص كده انا عامل تيمينج اوف ذا شور، المفروض يعني هو ده، ومسابقه كنت عامل معلومات عامه الصغيره اللي انتوا حليتوها، وعامل ساينس ريفيجن للمدرسه، وعامل مسابقه كده عامه معلومات وبيانات نباتات. بدوس عليه اهو، تمام. بعمل ايه يا جماعه؟ حد يقول لي، انا بص في الشات، بعمل سيف ولا ايديت؟ انا عايز ازود. سهل خالص السؤال، والله انا مكسوف وانا بساله. اعمل سيف ولا ايديت؟ عايز ازود. محدش بيجاوب. اعمل ايديت. تمام وفاء، شاطر وفاء. طب اعمل ايديت، لا انا عايز ازود. تمام، اعمل لي نيو كويستشن يا باشا. ادي نيو كويستشن. عايز ايه؟ عايز فيل ان ذا بلانكس اهو. فبكتب سؤالي، اقول who fooled king lear. معلش بعمل space fooled king lear. شايف السؤال بيظهر ازاي على اليمين عندك؟ وبنزل على اول واحد وبكتب كورديليا، ولا نسيت اسامي البنات، اسمهم ايه؟ كورديليا واحمد، انا ناسي معلش. طب خلصوا الاختيارات؟ لا عادي، زود الترناتيف، زود كمان اجابه، زود كمان اجابه، وبعمل هنا مثلا منى. تمام، وادوس سيف. صح، ظهر السؤال اهو، والانسر بتاعتي هي الاولانيه. الانسر بتاعتي هو الاولانيه. طبعا الاجابه هنا غلط، يعني مش كورديليا اللي عملت، بس احنا يعني ايه بنحاول يعني بنجرب. طب اعمل سؤال تاني. بشوف هنا بيقول لك بقى، خلي بالك انت دي زي كده موضوع الانتخابات، انت بتكتب لهم الحاجه وهم بيختاروا كلهم بيطلعوا صح. فانا بقول تحبوا ندرس ايه؟ جرامر ولا دراما؟ انا بحب الدراما. ولا نوفل ولا نصوص؟ عشان ما تزعلوش، عايز تدرس النهارده؟ هم كلهم هيروحوا مختارين الجرامر. مفيش بقى عندي اجابه صح واجابه غلط، احنا متفقين. معلش عشان الماوس بتاعي اهبل شويه.
ايوه ما دي بول كويستشنير انت بتديهم هم وهو بيختار بي. فانت تبقى عارف هو النهارده مايل لايه. ممكن 20 طالب يختاروا لك انهم عايزين النهارده يسمعوا قصه عنتر بن شداد. خمسه يقول لك لا لا احنا مش فاضيين، هات لنا حاجه لاحمد شوقي، عايزين نسمع احمد شوقي النهارده. واحد تاني يقول لك لا بص والله يبارك لك ما تتكلمش خالص، انا عايزك ما تتكلمش خالص. يختار الاختيار ده براحته. كل الحاجات دي كلها هتبقى ايوه صح يا وفاء، هو بيجيب لك هم ماله لايه اكتر، بيبان عندك انت في الريبورت بتاعك. تمام كده ممكن نعملها للسيشن اللي جاي، الحصه اللي جايه يا اولاد. المره الجايه تحبوا نعمل ايه؟ تحبوا نشرح في الساينس مثلا، تحبوا نشرح فيزيكال ايرث، ولا تحب نتكلم على الورش سايكل، ولا ايه؟ انت اختار، اديله الموضوعات وهو يقول لك. فانا كده عرفت هو عاوز ايه المره الجايه. او ممكن اختار، بيبقى حاجه حلوه جدا على فكره لو انت عملت الفيدباك اخر سؤال في السيشن خالص، وانت بعد ما تخلص انت الامتحان، يا ترى انت رايك ايه في الامتحان ده، حلو ولا وحش؟ اصعب سؤال كان موجود فين، في الجرامر ولا في الليتريتشر ولا في ولا كومبريهنشن؟ ماشي، وتروح عامل سيف بتاعك. واحنا قلنا السؤال ده ما فيهوش صح وغلط. طيب شكرا. ادي لي نيو كويستشن. الاوبن اندد، طبعا الاوبن اندد معروف جدا. هنا بتكتب انت السؤال بتاعك، هو بيقول لك هنا الاوبن اند ده ملوش جريد، لانه مش هيقعد يدور على الكلام، لان انت حتى لو هو متحدد له درجه، لو انت اديت له الحل هو هيلتزم بالحل بالحرف. لو حد كتب حاجه هو هيقول لك لا مش صح، فبقول لك لو مش جريدد. كلهم بيتعملوا صح، وانت بقى ممكن تظبط نفسك بعدين. مش كان بقول لك انا ابعد عنه خالص وريح دماغك وخليك في الايه؟ في الاولاني. الاولاني بيبقى ترو فولس، ترو فولس، وبيبقى تشويسز. ما هو الكي ووردز هتختلف يا زينب، يعني ممكن حد يكتب سبيك وحد يكتب ساي، فانت نفسك مش هتعرفي تلميها كلها. فالاحسن ان انا رايح نفسي وخليني في الايه؟ في السهل السابق ده. ممكن اخلي الاوبن اند ده بقى حاجه يكتبوها ويبعتوها لي وانا اتعامل معاها، يكون احسن والله اعلم. تمام، انا هكنسل بقى ايه الكويز ده كده خلاص. تعالوا بقى نمسك الجزئيه دي من الشمال. احنا قلنا ايه؟ ماي كويزز، انت عرفته صح؟ لو انت بتدور على الكويز بتاعك بتدوس على ماي كويزز، فهو بيجيب لك انت معاك مين. تمام، طيب تعالى كده شوف الريبورتس بتاعتي في اي وقت. لو هو لا يا حبيبي يا وفاء، لو بتتكلمي في الاسسمنت على ده، هو ازاي لو انت عملتيها مثلا بسبيد معينه 10 ثواني ومعظم الطلبه عندك حلوا، فده تبقى حاجه حلوه جدا. الاوبن اندد طبعا 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 معاكي صح. فهنا مش هتنفع، والكمبليت برده هيبقى مش لطيف. هو نتكل على الله ونختار التشويسز وخلاص. انا عايز ارجع، انا في من كام يوم كده عملت كويز وعايز افتكر مين حله صح. بدوس على الريبورتس اهي، بروح للريبورتس وبتفرج. بص هنا كده تيمينج اوف ذا شرو ده كان لايف، اتعمل لايف. التوتال بلايرز ده اخر واحد، عشان كده طالع زيرو عشان بس ما تتخضوش تقولوا هو ليه مش معمول. مسابقه المعلومات دي اللي هي انتوا عملتوها، في حوالي 23 ترايلز، 23 واحد دخلوا حولوا، في ناس ما حلتش، في ناس حلت. اللي قبله بتاع الساينس اخر واحد عملته كان فيه 14. بص البرسنتج والاكيرسي بتاع الناس ايه؟ ما شاء الله انتوا رزقكم كبير، 40% ما شاء الله. الكلاس بتاعي فيه الكلاس بتاع الاكيرسي بتاعه 72%، وفي تاني فيه 40%، وفي مش عارف ايه تختلف. فده الريبورت. طب انا عايز اتفرج، عايز اشوف الريبورت. بدوس كده اهو، ادي النسبه اهي، الاكيرسي والسكور، اكيرسي سكور، ونسبه الصح ونسبه الغلط. ما شاء الله اسلام حل 10 صح، ما شاء الله اسلام. تاخد درس يا اسلام انت شكلك. هدى حل 7 و3، مش هنتكلم بقى عشان الناس ما تزعلش. انا عايز تو كونكت ماي كلاس، انا عايز الكلاس بتاعي يكون موجود. بس انت بتروح على جوجل كلاس رومز بتعمل، او انت يو كرييت يور اون كلاسز، بتعمل الكلاس بتاعك، بتكريت الكلاس بتاعك هنا، بتكتبه ايوه، وتروح كاتب بقى الكلاس نيم، وتقعد بقى تدخل الايميلات وتبعت، او تبعت اللينك وهم يخشوا.
فيعني حاجه حلوه كده، حاجه زي كلاس دوجو كده، وانتوا كلكم اكيد شغالين بيها. طب نيجي للناس المنظمه، الناس اللي بتحب تحط حاجتها في حاجه في حته معينه عشان هم نسيين، مش عشان منظمين ولا حاجه، نسيين. فبدل ما انا اقعد قول يا نهار ابيض الكويز ده كان فين كان فين، واقعد ادور وابعد الكويزز كده، لا حضرتك روح على طول على الفولدر اللي انت عامله وريح دماغك. عايز عن عامل عن سبورتس اهو، عامل عن يونت 1 يونت 2 الوحده الاولى النصوص عشان ما حدش يزعل اول مره اقول كلمه نصوص، عمل على النصوص خش على الفولدر بتاع النصوص، قراءه خش القراءه، ساينس ماث كيل فري مع نفسك، تعمل بتكريت الفولدر من هنا اهو بيقول لك كرييت كولكشن، اعمل لي فولدر جديد، هعمل فولدر جديد اهو فولدر جديد، بكتب اسمه وبرده عايزه بابليك برايفت زي ما تحب اللي انت عاوزه. بعد كده اخش على الميمز، وانتوا بتحلوا كان بيجي لكم صور كده بين الكويستشنز دي. الميمز الميمز بتبقى عباره عن فيديو، بيبقى عباره عن صوره مضحكه لذيذه بتروش بيها على الستودنت بتاعك وهو بيحل حل غلط، فبينزل له حاجه تفرفشه شويه عشان احنا بنلعب. يعني القصد كله من الموضوع ان انا ادخل اتبسط واخرج، حليت صح حليت غلط، المهم ان انا اي ترايد. وطبعا عارفين الشيرنج والمشاركه والكلام ده كله حاجات لطيفه يعني. تمام. طيب بتخش على السيتنجز هنا لو انت عاوز تشوف انت عايز تعمل ايه تظبط ايه، بس هي ما فيهاش حاجات كتير، دي فيها ايميلك والباسورد والحاجات او ديليت اكاونت او الحاجات دي. طيب هرجع تاني على الكويز اللي احنا عملناه اهو، عشان في تو اوبشنز انا ما دخلتش عليهم وانتم ما سالتوش عليهم. لا يا عم استنى فينش اديتنج يا ابني، اصبر الماوس يا جماعه مجنني. عملت فينش اديتنج واسئلتي والكويز بتاعي كله زي الفل، وعملت فينش كويز اهو. احنا اتكلمنا على بلاي لايف. اولا وانت بتجيب الامتحان او بتخش على امتحان، الامتحان بتاعك قدامك اهو موجود، الكويستشنز باك تو باك ورا بعض كلهم. تمام. هنا شو انسرز، انت ممكن تبقى عايز تبص على الامتحان ككل فبتعمل كده شو انسرز، يلا يا ابني وريني الحلول فين، كل الاحمر غلط الاخضر هو الصح. ماشي، وقتك موجود، كل كويستشن موجود عليه قد ايه. طب اخر حاجتين معانا هنقولهم النهارده معاهم الثالثه دي، دي الدوبليكيت، دي الدوبليكيت يا جماعه، دوبليكيت دبل. كل لو انت عايز تعمل كويز مره ثانيه وتغير اسئله ممكن يسبليت ذا كلاس، تقسم الفصل نصين وتدي دول كويز وتدي دول كويز براحتك. ماشي، انا مش عايز، انا عايز اعمل اساين از هوم وورك. عليه علامه استفهام هنا، ربنا يهدي الماوس بس ويقف عشان انا اتجننت. بس حبيبي بس يابا. طيب لحد ما ربنا يهدينا يعني، نقف ثانيه كده لحد ما ربنا يكرمه ويسكت. التو اوبشنز التانيين اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم قدام عينيك دلوقتي اللي هو اساين هوم وورك وبراكتس، دول بقى مش بتوع دلوقتي. يعني انا عملت الكويز، انا مش عايزهم يلعبوا دلوقتي، انا عايزهم يعملوه هوم وورك. خلاص سهل جدا، انت الكويز ده يا شباب هيكون هوم وورك، فبعمل اساين هوم وورك اهو. بيجي لي الاوبشنز بيقول لك ان الطلبه بتوعك او اللي انت عايزهم يحل الكويز، يحل الكويز لحد قبل يوم ايه ويقفل، زي البلاتفورمز اللي انت شغالين عليها بالظبط. مش انت عندك البلاتفورم ممكن تحط كويز وتقفله في يوم معين تقول خلاص بعد كده شكرا، انا اديتك فرصتك انت ما حلتش. فبتختار اليوم بالساعه بالكلام ده كله وتدوس هوست ويجي لك اللينك تروح مديه لهم وهم يخشوا يحلوا لحد اخر لقطه وبعد كده باي باي. لو عدى يوم 11 اللي هو بكره الساعة 10 وربع مفيش كويز، وانتوا عارفين النقطة دي كويس، احنا بس ايه بنقول عليها يعني. وعايز الكلاس ده بس اللي يحل ولا الكلاس الثاني، كل دي اوبشنز موجودة، بس انا عشان مش عندي كلاسز مربوطة على الاكونت فمش عارف اختار لك. تمام؟ في ادفانسد سكيلز اهي اللي قلت لك عليها. ستودنت اتمبتس، الشباب اللي معايا حاليا في ثالث ثانوي اللي بنشتغل مع بعض بتوع مصر، انا ممكن يخش يحل الكويز مره ويخش يحل تاني. وانت دلوقتي لو جربت اللينك مفتوح بتاع الكويز، لو جربت تخش مره واثنين وثلاثه هتلاقيه مفتوح عادي، واكتب باسامي مختلفه.
طب عرفت شو انسرز ولا لا؟ لا انا مش عايز اشو الانسرز لو سمحت، لا اخفيها لي، شكرا، قول لي ايوه او لا. طب بعد الجيم عايز توريهم الانسرز برضو؟ لا براحتك زي ما انت عاوز. ودي هنا بقى الايه بقيه الحاجه، عايز توري الوقت، عايز مش عارف شافل كويستشنز، عايز تغير الاسئله توديها تجيبها، والانسرز نفسها كمان. يعني مثلا مثلا تعالى ان هو في اول محاوله اختار الاختيار الثاني وطلع غلط، لما يجي المره الجايه ممكن الاختيار الصح يكون الاختيار الثاني عادي. دي حلوه، دي حلوه جدا في الموضوع ده. على كده ان هو طب عايز تلعب ميوزك ولا لا، عايز توري الميمز اللي هي الصور والحاجات اللي في النص بين الاسئله ولا لا. يور فري. معايا اخر حاجه النهارده هنتكلم عليها خالص، ان احنا عايزين نقول نرجع تاني في الاوبشن اللي فات. لا انا عايز اعمل براكتس. هو ايه الفرق بين البلاي لايف والاساين هوم ورك والبراكتس؟ حد كده ممكن يعني سجست كده، ممكن تقترحوا تقولوا لي ايه الفرق؟ البراكتس يفرق ايه؟ حتى هو واخد جنب يعني، هو مش معاهم. فيروز مين؟ برافو عليك يا محمود، برافو. هاي فيروز. ها فيروز، بس محمود جاوب خلاص يا فيروز، حظك حلو. ان لا حضرتك انا براكتس مع نفسي. طب شوف لي كده ايه مكتوب لك، بلاي او شير براكتس لينك. عايز تلعب دلوقتي ولا تشير اللينك معاهم وتنطلق؟ طيب وفي طبعا هنا في هنا السولو براكتس، العلامه دي بتشرح لك الموضوع فيه ايه، علامه الاستفهام دي. فبقول لك البراكتس جيمز نيفر اكسبايرد، تخش النهارده، تخش بعد سنه، تخش بعد ثلاث ايام، ما تخشش خالص، اللينك شغال. شكرا لحضرتك. وكمان بس بقى ليها عيب، انت ممكن تعملها كده فور فن، تروش مع الشباب وتقول لهم يلا عيشوا، ان هو مش بيبعت ريبورت، فانت مش تقدر تتحكم او تفهم مين عمل ايه. If you shared، لو انت يعني شيرت على اساس ان ده براكتس، عايز تاخد ريبورت يبقى حضرتك معاك الاساين هومورك او البلاي لايف. وهنا نكون وصلنا لنهايه حلقه البرنامج، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم، ويا رب كده تكونوا مبسوطين، وان شاء الله نشير برضو تاني. لو انت حابب تشوفنا فين، هكتبها لكم في ال، بلاش نشير، هنكتبها احسن هنا في الشات بوكس. يعني اتبسطت جدا والله ان انتوا كنتوا موجودين النهارده، واتمنى يا رب ان انتوا تكونوا استفدتوا، ان انتوا تستخدموا. انا السايت استخدمته كان يعني بصراحه حلو جدا ومفيد جدا، وان شاء الله انتوا كمان تلاقوه كده وتستفيدوا منه. الله يبارك لكم جميعا، ولو حد حابب حاجه معاكم بقى الكونتاكت ديتيلز، ونشوفكم دايما ان شاء الله في كل حاجه حلوه. باي باي، السلام عليكم.